وقبل ما نعرض للتقرير القادم، الإرهاب مزعج جدا بالنسبة لأمريكا. يمكن احنا تعودنا خلاص وعشنا معاه وطبعنا معاه، يا جماعة ايه ده قنبلة، اروح وقتلنا حد يفجر القنبلة دي، اصبحت حاجات غريبة. النهاردة في امرين، في تصريحات للرئيس العراقي او رئيس الوزراء العراقي بيتكلم على انه كان لديهم معلومات عن مؤامرة على السبواي في الامريكي او على الاندر جراوند المترو الانفاق الامريكاني يعني، وبالتالي وان العراق قدرت انها يعني تمسك هذه المجموعه. كل الميديا الامريكيه بتدور بقى عن هذه الخليه اللي بيتكلموا عليها العراقيين، هل بالفعل كانت هناك خليه لتفجير السبوي الامريكي؟ بندور بقى على القصه دي. غير القصه دي بقى في موضوع معجون السنين. في نيويورك تايمز بقى ابتدت المعلومات الاستخباراتيه تتكلم عليه، ما بقول لكم في خراسان اللي هي هذه الجمعيه الجديده ولا المنظمه الجديده اللي اكتشفوها واللي بيضربوها برضو في سوريا، يعني قال لك انه دول كانوا هيعملوا تهديدات بايه في الهوملاند او في امريكا، اما ان هم هيدهنوا جسمهم، بصوا بقى ارهابيين هيدهنوا جسمهم باكسبلوسيفز يعني اكسبلوسيفز ويفجروا نفسهم. ده واحد. الحاجة التانية معجون السنان، واحذر من معجون السنان، كانوا هيحطوا متفجرات في التوث بيست. فدلوقتي زي ما كانوا بيفتشوا في المطارات الموبايلز، الموبايل اللي هو بطاريته مش مشحونة ما يطلعش الطيارة يترميه. فنخلي بالنا يا ولاد، الموبايلات اللي مش مشحونة مش هتطلع الطيارة. انا افضل ان ما ناخدش معجون السنان، احتمال معجون السنان ده يبقى جواه قنبلة او ينفجر او يفرقع في وشنا او اي حاجة يعني. فمعجون السنان احذروا من معجون السنان، خلي بالك معجون السنان. لو انت بقى داهن جسمك عشان تتفجر دي قضية تانية بقى، دي قضية مش هنعرف نعمل لك فيها حاجة. فقال لك هما دايما الصحفيين الامريكيين عمالين يزنقوا على الناس بتوع الانتليجنس والناس، يا جماعة طب ايه المعلومات اللي عندنا ان هما كانوا هيعملوا عمليات في الهوملاند؟ يقول لهم لا لا لا، احنا لدينا معلومات بس لن نفصح عنها. وابتدوا بقى ايه دحرجوا لنا قصه معجون السنان. قبل كده طبعا لابتوبس مش مشحونه، موبايلات مش مشحونه مش طالعه الطياره. طب خلاص عرفنا، بقينا بنشحن بقى كل حاجه قبل ما نطلع الطياره، انه بيخلينا بقى نفتح الموبايل ونشغله احيانا. ده كان من يوليو اللي فاتت هذه الامور. دلوقتي بقى لدينا معجون الاسنان المتفجر. نشوف باقي حوارنا كان مع راغده درغام، صحفيه يعني المعروفه في الحياه في الامم المتحده، كنا اذعنا جزء منه عن ايضا الضربات الامريكيه لسوريا ونرجع. من ضمن مبررات ضرب داعش في سوريا ان هناك كمان ضرب لاحد فصائل القاعده، وقيل انه هذا الفصيل او هناك معلومات انه يهدد الهوم تاون او يهدد امريكا نفسها، دون ايضاح تفصيلات واضحه يعني حول هذا الامر. الامريكيون معنيون بموضوع الارهاب، فاذا قيل لهم انه ات الى ديارهم تصبح هذه هي الاولويه. الامريكيون تعرضوا للارهاب بمعنى طبعا ذبح الصحفيين اللذين ذبحا على ايادي داعش، وهنا اتى الاهتمام الامريكي والدعم الامريكي لفكره قيام الرئيس باراك اوباما بدور ما في سوريا. التاكيد هو من وجهه نظر الامريكيين على خطر داعش، ولكن هناك من يحتج ما بين الخبراء الامريكيين وما بين الذين يعرفون اكثر على هذه المعادله. اذا ترك النظام في دمشق على ما هو عليه، فاذا يقولون نعالج الافرازات ولا نعالج الاسباب الحقيقيه، ويطمئنون يبدو لي من وراء الكواليس يطمئنون بأن التعرض والمواجهة بنوع ما مع النظام في دمشق آتية. طبعا يقولون عبر هم عبر الاعتدال او المعارضة السورية المعتدلة، ولكن السؤال يطرح، هل في الإمكان عمليا تهيئة وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة حقا لتقوم بالمهمتين، مهمة مساعدة التحالف في ضرب داعش وطبعا الهدف الرئيسي للمعارضه هو اسقاط النظام في دمشق؟ سؤال كبير. قرار لمجلس الامن حول الارهاب، وهذا هو يعني طبعا ما يريده اوباما من هذا الاجتماع بمجلس الامن الدولي. القرار يتعلق بالمقاتلين الاجانب. نعم. القرار يتعلق بالارهاب الذي تراه امريكا يضربها، القرار لا يتعلق بفكره الارهاب ككل التي تضرب اطناب العالم العربي. انت على حق لميس، التركيز سيكون على المقاتلين الأجانب،
وبالدرجة الأولى ما يقصدون يعني بالأجانب، بالمقاتلين الأجانب، هم من ذوي الجنسيات الغربية أو غير العربية أو غير المسلمين، من بالتأكيد يركزون على مواطنين من بلادهم. هذا جزء، ولكن أنا حسب ما علمت أن الوضع لن يتوقف في نهاية المطاف فقط على المقاتلين الأجانب من أنواع داعش وجبهة النصرة، سيتطرقون يقولون إلى مثلا المقاتلين الأجانب في سوريا على نسق حزب الله، ولكن لا يتضمن ذلك، هذا ليس واضح حقا في مشروع القرار كما هو عليه الآن. أعتقد أن الضربات التي وجهت إلى داعش استباق في سوريا استباقا لقرار مجلس الأمن لربما وراءها نوع من محاولة التفاهمات مع روسيا كي لا تعرقل ذلك القرار، أما وأن تلك الضربات جاءت بدون موافقة مسبقة من الحكومة السورية، كما هددت الحكومة السورية، تقول قالت إنها لن تقبل بأن تضرب أي مواقع داخل سوريا سوى بموافقتها المسبقة. ونعرف أن الولايات المتحدة وغيرها الإدارة الأمريكية وغيرها من الحكومات الغربية قالت لن ننسق معكم ولن نؤهلك يا بشار الأسد في هذه التحركات. إذن هناك تناقض، من ناحية أتت الضربات لتضعف الطرف الذي يهدد أكثر ما يهدد هو النظام في دمشق من ناحية، ومن ناحية أخرى يقولون لنا أن هناك اعتراض من ناحية دمشق على قيام هذه الضربات بدون التنسيق معهم. النقطة الوسط لربما هي محاولة باراك أوباما ألا يمضي إلى الأمام بما يورطه أكثر، يحاول أن يمضي إلى الأمام بخطوة ويقف خطوة حتى لا يتورط كثيرا في سوريا، علما بأنه في العراق ليس متورطا من وجهة نظره، لأنه أتى باستدعاء أو بموافقة من الحكومة العراقية. ولكن أنبه هنا لميس، أنا كتبت في الحياة في الأسبوع الماضي نهار الجمعة الماضي موضوع عن المواقف يعني التي بدت لي جديدة بالنسبة لي في موضوع مشاركة سنة العراق في الحرب على داعش. يقولون إنهم يريدون شيئا بالمقابل، يريدون أن يكون لهم مكان في السلطة، يريدون أن يكون لهم ضمانات بأن لا يستبعدوا ويتم إقصائهم مرة أخرى، يقولون حسب أحدهم لا نريد أن نقدم دماءنا مجانا. فالأخذ والعطاء مستمر. الأهم في العمليات التي جرت في سوريا، العمليات العسكرية التي جرت ضد داعش في سوريا خلال 24 ساعة الماضية، هي المشاركة العربية. ماذا عن مشاركة الدول العربية الخمس؟ يعني هذه الدول شاركت دون أن تكون هناك استراتيجية واضحة، دون أن يعرفوا ماذا بعد. أعتقد أنهم يريدون أن يبدو أنهم حقا في عزم كامل على أن يكونوا جزء من هذا التحالف ضد داعش، لأن هذه الدول تشعر أيضا بأن هذا ما يهددها في كيانها. يعني يعتقدون، وهم أعتقد أنهم على حق لمدى بعيد، يعتقدون أن داعش تريد تفكيك الدول، تفكيك معنى الدولة، وأنهم إذا بقوا في حال انتصار أتوا إلى ديارهم يزرعوا البذور التي يريدونها حسب عقيدتهم وتطلعاتهم. هنا إنهم متفقون على محاربة داعش. أين هم غير متفقين مع في إطار التحالفات؟ إنهم غير متفقين مع التطرق إلى داعش دون التطرق إلى النظام في دمشق. وهنا المشكلة التي تجري الآن، يجري بحثها. وحسب معلوماتي لميس، حسب معلوماتي من مصادر إيرانية، فوجئ الطرف الإيراني بأن الولايات المتحدة أو الوفد الأمريكي في المفاوضات النووية 5+1 طرحوا بقوة موضوع الدور الإقليمي لإيران، يعني ترجمة ذلك هو سوريا. فنحن سنطلع شيئا بشيئا على ما هو المقصود من هذه الضربة، هل هي استباقية كي لا تقع العراقيل، أو هل هي أيضا منبه بأن قولوا ما تريدون أننا عازمون على تنفيذ الشطرين من الاستراتيجية، شطر داعش، شطر إسقاط داعش في سوريا، وأيضا شطر إسقاط النظام في دمشق.
دي كانت راغدة درغام في مقر الأمم المتحدة، حيث تتابع كطبعا صحفية معروفة في جريدة الحياة أعمال الأمم المتحدة. الحقيقة عايزة أقرأ لكم بيان الخارجية الإماراتية، وبيان مهم جدا وقوي الحقيقة. فوجئنا ردا على ما قاله إردوغان، فوجئنا بما جاء على لسان رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان فيما يخص جمهورية مصر العربية واستغلاله منصة الأمم المتحدة للتهجم المرفوض على الشرعية المصرية. الإمارات وإذ تستنكر وزارة الخارجية هذا الخطاب غير المسؤول وتعتبره تدخلا سافرا في شؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية واستفزازا للمشاعر العربية، فإنها تدعو الرئيس التركي للتوقف عن الإساءة إلى الحكومة المصرية والشعب المصري. حتى الإمارات بتقول لك ابعد عننا يا إردوغان وخليك في أمورك الشخصية والشيزوفرينيا اللي عندكم وانقسام انفصام الشخصية اللي لدى الجانب التركي. عموما هنتجاهلهم كما تجاهلهم الرئيس السيسي. الرئيس السيسي كان في هذه اللقاء في هذه الأيام الحافلة التقى بعدد من رجال أعمال الأمريكيين، معظمهم كانوا يعني أو معظمهم هم الحقيقة CEOs أو يعني رؤساء مجالس إدارات شركات كبرى. كان فيهم طبعا دكتور محمد العريان، كان فيهم رئيسة مجلس إدارة بيبسي، كان فيهم كارجل، كان فيهم عدد زيروكس، كان فيهم بلومبرج، كان فيهم عدد كبير من الشركات الكبرى الشريكة في مصر والعاملة في مصر وأيضا اللي بتنوي العمل في مصر. اتكلموا على كل حاجة، والحقيقة أنه ربما كان المثير في هذا الأمر أنه السيد الرئيس كان بيتحدث عن المستقبل، بيتحدث عن مصر الجديدة، عن بناء الديمقراطية، عن الاستثمارات، عن يعني المرحلة القادمة، وكان بيترك المجال لزملائه، وكان يقدمهم دائما بقوله my colleagues أو زملائي من الوزراء. وكان وزيري الاستثمار و التموين بيقدموا رؤية واضحة للفرص الاستثمارية، العمل على الأرض، المشاكل والعقبات، وكان في تبادل للرأي حول المشاكل والعقبات، وكان بيكلموا على قضية الطاقة أيضا. يعني قضايا كثيرة جدا نتمنى أنها يخرج من هذه الاجتماعات نخرج منها بأخبار سعيدة. نشوف هذه اللقطات من بعد خروج الرؤساء مجالس الإدارات من اجتماع السيد الرئيس. I'd love to, but I can't. Thank you very much. Okay, thank you. خلاص ناخد بقى مين تاني ممكن يتكلم؟ طيب أستاذ أنيسة كليماندوز رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، يعني قول لنا أي أهمية هذا الاجتماع، عدد رؤساء الشركات اللي كانوا موجودين مع الرئيس وماذا درج؟ كان في حوالي 22 رئيس شركة، وكان في أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية اللي هي بتعتبر أقوى منظمة بتضم كل الأعمال الأمريكية كبيرة. بتقالي إن أهم حاجة حصلت النهاردة إن رئيس السيسي وأعضاء الوزارة اللي جم معاه أشرف سلمان الاستثمار ووزير التموين عبروا بصدق عن نيتهم في العمل وتسهيل الإجراءات، وإن إحنا مفتوح يعني منفتحين وفرص العمل في مصر كبيرة وتسهيل الإجراءات، وكل المشاريع اللي عرضوها تطرق ليها بطريقة بناءة من غير ما ندي صورة وردية زيادة عن اللزوم. كانت طريقة واقعية عملية يعني منجزة. مين أهم الشركات اللي كانت موجودة؟ لا صعب أن أقول أهم الشركات عشان ما أعملش مشكلة بين شركة وشركة، إنما كان في شركات كبيرة جدا من سلاح لغذاء لإنتاج لبنوك، كلهم أبدوا اهتمام، وفي شركات يعني بتنفذ مشاريع في مصر خلاص. يعني بلومبرج قال لك احنا بننفذ، كوكولا قال لك احنا بننفذ، فيزا قال لك احنا بننفذ، كارجل بينفذ، في شركات كبيره جدا بتنفذ مشاريع كبيره، بس صعب ان احنا نخش شركه بذاتها عشان ما نخش في مشكله. يعني بصراحة وأنت رجل أعمال موجود في مصر، هل تشعر أن هذه العقبات بالفعل في طريقها للإزالة؟ لأنه مصر سوق واعد جدا، لكن العقبات البيروقراطية والتشريعية قد تكون عائق أساسي أمام أي استثمار. لميزة تعرف كلمة إزالة دي كلمة جامدة جدا، يعني هي مش إزالة، هي تحسن. هو في تحسن أكيد كلنا لمسينه في التعامل مع الجمرك، في التعامل مع الضرائب، في التعامل مع الإجراءات الحكومية. الإيد المرتعشة خفت وبطلت ترعش شوية، والدنيا ماشية أحسن أسلس،
انما مش هنقول انها هتتحل ولا هتزال في يوم وليله. هل كان في اهتمام من رجال الاعمال بمشروعات بعينها؟ بيسالوا الوزراء والرئيس عن مشروعات بعينها، يعني ايه اهم الاسئله اللي وجهت للرئيس؟ لا، هو في حاجتين مهمين جدا، ان في بعض الشركات الكبرى عندها اللي بيسموها CSR بروجرام، اللي هي المشروعات الاجتماعيه الخاصه بالتعليم وخاصه بالتدريب، وكلهم يعني ابدوا استعداد للتعاون فيها. يعني كان الشعور طيب انهم هم مش عايزين بس يجوا عشان يعملوا فلوس ويطلعوا بيها، يعني انهم حاسين باللي بيحصل في مصر وحاسين بالتطور وحاسين بالجو الجديد وعايزين يتعاونوا فيها، وحاسين برضو باللي احنا كنا بنقول الاول بان الاجراءات بقت احسن واسهل، وعارفين كويس قوي ان مصر موقعها حاليا نظرا لكل الظروف اللي حوالينا في البلاد التانية بقت ليها اهمية كبيرة جدا، وبقت ليها دور محوري وسوق كبير جدا، واحنا ما شاء الله يعني 90 مليون، انا مش بقر يعني، تمام 90 مليون مستهلك، فممكن حاجه من الاثنين، يعني ننظر لهم على انهم عبء، يعني ننظر لهم على انهم قوه انتاجيه. In discussions talking about the commodities markets, how risk management كيف تدار المخاطر وفيما يتعلق بالتحسينات في مجال الغذاء، هناك كثير من رجال الأعمال يتحدثون عن العقبات في العمل في مصر. ما هي العقبات التي يجب أن تزال من مصر؟ أعتقد بالنسبة لمصر فإنها أصبحت محورية من حيث التجارة في الإقليم، رأس المال وتدفقه، دخوله وخروجه من البلاد أساسي، التشريعات أساسية من أجل إطار من القانون لإدارة المخاطر في السوق، وبالنسبة للمنتجين والمزارعين كان ذلك أمر مباشر. كما فهمت من وزيرنا أننا نحاول أن يكون لدينا سوق سلع في مصر أيضا، في الواقع سوف يكون مهتم في أن يكون هناك سوق نقدية ليكون هناك أسعار وتسعير شفافة بالنسبة للمزارعين، هذا أساسي للنمو في إدارة سوق قوية. ما هو المطلوب أيضا لكي يكون هناك سوق سلع؟ مشاركون ويبدو أن هناك دعم كبير من الحكومة المصرية لإنشاء مثل هذا السوق. كل ستر حديث الأول هو التحول تسبب فيه رئيس في مصر، أن هناك مصر جديد، مصر نستطيع أن نتعامل معها، وأننا نؤمن وعلنا ثقنا نستطيع أن نستثمر في هذا البلد. أننا شركتي بعد أسبوعين أو ثلاثة سوف تستثمر بالنسبة بسبب الرئيس وموقفه خلال 5 أشهر الأخيرة. ما هو نوع الاستثمار؟ أننا لدينا شركة حبوب ونود أن نساعد المزارعين في الحصاد وحتى لا يكون خسائر للمزارعين، ولكن هناك خطط ربما أكبر المشروعات في العالم خلال مصر في الأشهر القليلة سوف تتسبب في إيجاد عمل للآلاف من المصريين. الصلب في نصدر لمعادن كثيرة لمصر، وسوف نفعل ذلك من خلال تقديم خام من أجل تصنيع الصلب. هل هناك مستقبل؟ إحدى التحديات الكبيرة هي كانت البنية الأساسية في مصر، والاستثمار في المواني سوف تساعدنا إلى حد كبير في الإسراع وإيجاد المواد المقدمة أكثر قدرة على التنافس. وتحدث الرئيس على أننا سوف كما قال سوف يتسبب في إيجاد فرص عمل كثيرة للشباب في مصر، وأننا مهتمون لإعادة تدوير أيضا المعادن في مصر. ما هي العقبات؟ الطلب الخاص بالبناء والذي تسبب فيه بعض التدهور بعدم الاستقرار السياسي. علينا أن نسرع في البنية الأساسية وحتى يكون هناك طلب على الصلب، والاستثمار هنا يسهل التجارة ويوجد وظائف جديدة وعمالة. دي بعض آراء يعني بعض رجال الأعمال اللي التقوا بيه السيد الرئيس. السيد الرئيس أيضا التقى برجال الأعمال المصريين الأمريكيين اللي موجودين في مصر، وكان منهم الدكتور محمد العريان أيضا اللي قال إن هو مستعد طبعا لأي يعني مساعدة لمصر، هو مستعد أن يقدمها في أي وقت. نخرج بقى من السياسة، وإحنا أي حد ماشي في نيويورك لازم يشوف عربية الهوت دوج،
وعربيات الهوت دوج او الساسج او يعني ده يعني تقليد معروف، احلى ساندويتش هوت دوج تاكله في نيويورك، لكن معظم عربيات الهوت دوج يمتلكها ويديرها مصريون. فالحقيقه انها ظاهره مثيره جدا للاهتمام. طبعا بتلاقيهم في عربيات في التاكسي، بتلاقيهم في محلات كتيره، مصريين كتير في نيويورك الحقيقه، بالذات في نيو جيرسي. لكن وانت في مانهاتن اللي فيها كل الشغل وماشيين بقى وتعبانين وهلكانين، لازم تخبط في عربيه هوت دوج بتاعه واحد مصري. دي لقطات مع شعبان، احد العاملين في سياره هوت دوج كانت بتقف بجوار فندق السيد الرئيس جنب البالاس، وحنشوف ماذا قال لنا شعبان عن الهوت دوج وعن مصر. في نيويورك اهم عربيات للهوت دوجز هي عربيات لمصريين، ولقينا منهم عربيه في الشارع، فحبينا ان احنا نساله ايه الاخبار وعامل ايه في امريكا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ تمام والله. علي صوتك كده شويه عشان اسمعك. اسمك شعبان. عربيه هوت دوج مشهوره هنا؟ طبعا مشهوره يعني في نيويورك كلها. ليه كل عربيات الهوت دوجز في امريكا معظمها مصريين؟ هو احنا جينا لقينا مصريين بيشتغلوا في الهوت دوج واحنا اشتغلنا زيهم. قول لي بقالك قد ايه هنا يا شعبان؟ انا بقالي 7 سنين. 7 سنين ومبسوط؟ والله الحمد لله ماشي الحال. يعني ايه احكي لي حياتك عامله ازاي؟ يعني احكي لي بتعمل ايه الصبح وبتعمل ايه، حياتك نظام حياتك ايه؟ والله الصبح بنشتغل وبعد كده بنروح ننام. يعني بتقعد قد ايه يعني كل يوم قد ايه منك؟ بتفتح امتى وتقفل امتى؟ انا بفتح من الساعه 9 الصبح وبقفل حوالي الساعه 9 10 بالليل. مين بيعدي عليك يا شعبان غير يعني ساعات بيعدي عليك مشاهير تعرفهم كده مصريين وكده؟ طبعا طبعا طبعا. يعني لسه النهارده الفنان يسرى والاستاذ عمرو موسى النهارده عدوا عليها الصبح. النهارده الصبح ده بتوحشك البلد يا شعبان؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. بتنزل كل قد ايه؟ ممكن كل سنه. كل سنه؟ اه. وعندك تعرف ان في عربيات تانيه كتير بتاعت مصريين مش كده؟ هم كل العربيات دي بتاع مصريين. ليه المصريين تخصصوا في ده؟ يعني هل ايه الحرفه؟ ايه اللي احنا فينا مميز؟ بيزنس حلو وسريع. وسريع. وخفيف في نفس الوقت. خفيف في نفس الوقت. ايه احلى حاجه في امريكا يا شعبان؟ والله كل حاجه زي ما انت شايفه كده امريكا حضرتك. ايه احلى حاجه فيها؟ احلى حاجه فيها امريكا كلها حلوه. بس انا شايفه ان انت معلق كمان علم مصر ومعلق صوره السيسي. ان شاء الله. احنا النهارده السيسي عندنا بقاله يومين. السيد الرئيس السيسي بقاله يومين عندنا هنا. وانت كنت مؤيد ل 30 يونيو يعني وكده؟ ان شاء الله ان شاء الله. سندوتشاتك حلوه يا شعبان ولا مضروبه ولا ايه؟ والله حضرتك اللي هجربها بقى. هجربها شايفه. جربيها وبعد كده احكمي. عندك ولاد يا شعبان؟ عندي اولاد. هنا في امريكا؟ لا في مصر. في مصر. نفسك تجيبهم في امريكا؟ هم بيجوا زياره. بيجوا زياره. يعني بيجوا زياره. طب يلا بقى دوقنا احلى سندوتش هوت دوج في امريكا بقى. والله انت عايزها على حضرتك. قول لي. عاوز عليه كاتشب مصري. اول حاجه طبعا يعني نتاكد ان هو مش خنزير. لا تمام. لا خنزير لا. أوكي. هو الهوت دوج والساسج ده 100% بيف. تمام. وعندنا شيش كمان ده في لما خنزير وبرج احنا ما بنشتغلش فيه، معظم المصريين ما بيشتغلوش الشغل ده. طيب قول لي بقى بتعمله ازاي بقى؟ احكي لي بقى، اعمل لي بقى الساندوتش يلا كده. ما انا بعمل لحضرتك ساندوتش دلوقتي ده هوت دوج. عاوز عليه ايه بقى حضرتك؟ بتحب الكاتشب؟ ايه بقى بتحط انت عليه؟ بتحب الكاتشب، ماستر، انيون، ساور كراوت، كده اللي انت عايزاه. حط لي بقى قول كله. كل حاجه يعني؟ كل حاجه. ماشي حاضر. ماشي. طب انت زميلك ده ولا ايه؟ صاحب العربيه. صاحب العربيه. انت صاحب العربيه اسمك ايه؟ انا غنامي. غنامي. غنامي انت، انا لسه كنت بسال شعبان اشمعنى المصريين اكتر ناس بيشتغلوا بعربيات الهوت دوج؟ عشان جينا على الشغلانه ده يا فندم. عشان ايه؟ جينا على الشغلانه. كم عربيه تقريبا بيشغلها مصريين؟ تعرف يا غنامي؟ ازيد من 4000 عربيه. ازيد من 4000 4000 عربيه. يا سلام. لا وريني بقى الساندوتش كده خليه يتفرج يتفرج عليه. المصريين. ده هوت دوج المصريين. ده هوت دوج المصريين وبنشجع السيسي وبنحب مصر ويا رب مصر تبقى في احسن حاجه. ماشي تسلم ايديك بشكركم واشوفكم قريب وربنا يوسع رزقكم
ومتشكره قوي على الساندوتش. ربنا يخليك، حضرتك انت اقل واجب. يلا السلام عليكم. عليكم السلام.